اليوم إن شاء الله راح نبدأ أول جلسة في جلسات التوجيه أونلاين. راح نحكي فيها اليوم عن التكست جنريشن. في التكست جنريشن هو عبارة عن توليف النصوص. توليف النصوص أو توليد النصوص إنه بيكون له تطبيقات عديدة. يعني أنا بهمني بالأول إنه أنت تعرف التطبيقات، بحيث إنه لو وانت بتقدم على المنصات او اذا اجاك زبون معين، ممكن انه يعني انت تخطر لك فكرة انه انت تستخدم التكست جنريشن حسب نوع التطبيق اللي هو موجود عنده. التطبيق اللي انا بدي اعرض لكم اياه يعني هو مستخدم كتير. يعني انت لما تيجي تكتب هنا في محركات البحث، تمام، محركات البحث بتشتغل بتو تكنيكس، انه هي بتكتب انه بتعمل لك اوتو كومبليشن على حسب ما انت بتكتب، بناء على شغلتين. هي كومباينيشن بين شغلتين. الشغله الاولى اللي هي سيرش كويريز السابقه اللي دخلها المستخدمين، فبالتالي انت بتستخدم على اكثر شغله انه هي مطلوبه او يبحث عنها في الان. يعني على سبيل المثال لما بدي اكتب مثلا ديفيد سي اس، هاي بروح مكمل لي سي اس 50، انه هادي كتير، هذا الكلاس او الكورس هذا كتير مشهور، هو انتروداكشن للكمبيوتر ساينس لديفيد ميلون. فهذا يعني انا هو مجرد انه انا عملت سيرش، فبناء على السيرش السابقه لليوزرز انه هو بروح بعمل لي في السجشنز هنا في الليست. هذه شغله. الشغله الثانيه انه ممكن انه انا اكتب بناء على سياق الجمله، بروح بعمل لي بريدكشن للجمله اللاحقه، وهذه الشغله انا ممكن اورجيكم اياها هنا في تطبيق البريد الالكتروني. بدي اكتب الان رساله، هي موجوده اوريدي فعلا في الجيميل، فبدي اعمل رساله جديده. شوية عماله بحمل. واو، اوكي، alright. خليني اعمل maximize the screen. فالرسالة هذه انه whatever انه subject بدي احكي hello it is really شايفين it is really nice to hear from you. فبناء على التكست الانبوت اللي انا دخلته، انت بدي اياك تتخيل هذا الاشي، انه هدول انه لغايه هنا هذا عباره عن الانبوت، وهذا كله من لغايه الواي لغايه اليو في الاخر، حرف اليو هنا، هذا عباره عن الاوتبوت. فهذا عباره عن تكست جنريشن، بيساعدني كتير في المسجز، في الواتساب، في التليجرام، في كتابة الرسالة، الرسائل، إنه بس إنه أنت تكتب يعني سياق جملة معينة، بروح بعمل لك جنريشن لبقية الجملة. الآن الجملة هذه ما فيش داعي إنه أنا أتكبد عناء الضغط على لوحة المفاتيح وأكتب كل هاي الجملة، بس مجرد إنه أعمل تاب بروح بعمل لي كومبليت لهاي السنتنس، تمام. فممكن إنه أكتب سياق جملة تانية إنه Please find my CV in the attachment. برضو بناء على السياق هذا انه بيتم تدريب الموديل انه على جمل كثيرة زي هيك، انه رسائل بريد الكتروني، على شغلات زي هيك، في الريسبونسز انه بتكون زي هيك، تمام. فهذه التطبيقات العديدة تبعته. ممكن انه كذلك انه يستخدم في الشات بوت، انه انت تكون بتحكي مع 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 هيلب ديسك، والهيلب ديسك انه انت بتطلب منه شغله معينه، فبناء على السؤال تبعه بيصير جنريشن للاوتبوت بشكل اوتوماتيك، تمام.
الآن بعد ما فهمنا التطبيقات، يعني أنا ممكن أتيح المجال للأسئلة إذا حدا في عنده أسئلة في هذا الإطار قبل ما أبدأ في التطبيق العملي. في حدا عنده أي سؤال يفتح المايك ويحكي. هلا، في المشكلة اللي واجهتنا في المشروع اللي اعطتنا اياه تاع التكست، نعم انه احنا حددنا مثلا او في الجينيريشن بشكل عام كيف بنحدد التارجت، او ايش هو بيكون التارجت بتاعنا، او على اي اساس مثلا بيعمل انه تكميل لهذا الكلام؟ هل هو بس مجرد انه بيحفظ تسلسل الكاركتر وبكمل بعد هيك، ولا انه هو عن جد بتوقع؟ هو في أكثر من موديل، في بيكون كاركتر بيست موديل، في بيكون إنه وورد بيست موديل أو وورد ليفل، بيشتغل على الكاركتر ليفل أو الوورد ليفل. تمام. والفكرة هنا في الموضوع إنه إحنا زي ما تعودنا في النيورال نتورك إنه أنا في عندي إنبوت وأوتبوت. يعني على سبيل المثال إنه إحنا في الإيمج كلاسيفيكيشن في السي إن إن كان الإنبوت عبارة عن إيش؟ عبارة عن البيكسلز تبعت الصورة ال RGB، في أنا عندي ثلاث مصفوفات أنا بدخلها، وهي عبارة عن قيم بتمثل قديش الانتنسيتي تبعت البيكسل. هذا انبوت. تمام. والاوتبوت ايش هو؟ عبارة عن يا اما كات او دوك او اي شغلة من هذه الشغلات. لكن في التكست هنا انه الانبوت عبارة عن sequence of characters والاوتبوت برضه sequence of characters. يعني انه الانبوت يعني انه انا بدي ارجع أذكرك هنا، ستانفورد في كورس مشهور في ستانفورد للديب ليرنينج، يعني CS 230، إنه في الـ RNN تحديدا أنت في عندك كتير من الأنواع types تبعت الـ RNN، في عندك one to many. تمام. فبالتالي الـ input بيكون عندك one character أو one word، وهنا بصير في عندك generation لبقية الـ characters أو الـ words. هنا many to one هذا التطبيق تبعه زي sentiment classification. انت الانبوت انت عندك عبارة عن sequence of characters، يعني مثلا انه ممكن احكي انه I love pizza، هذه عبارة عن مجموعة، اعتبرها الوحدات تبعتها انه مجموعة sequence of characters او sequence of words whatever. يعني ممكن انت يعني تستخدم اسلوب الكاركترز او اسلوب الwords، لكن في النهاية it's a sequence. تمام. ولكن الاوتبوت هو عبارة عن one output، يا صفر يا واحد، positive او negative، يعني شغلة زي هيك. تمام. هنا عندك many to many، فبالتالي انت عندك الانبوت عبارة عن sequence of characters او sequence of words، والاوتبوت عبارة عن sequence of words. تمام. زي الابستراكت او عفوا التايتل جنريشن، انت تعمل له انبوت لمجموعه من الكاركترز اللي بتمثل الابستراكت، والمطلوب منك انه انت تعمل جنريشن للاوتبوت. القصه في الموضوع انه انت كيف ترتب الانبوت والاوتبوت زي ما حنشوف اليوم. اليوم حنشوف كيف نرتب الانبوت والاوتبوت عشان نعمل هذا الجنريشن، عشان ولكن التطبيق اللي احنا بدنا ناخده اليوم للتكست كومبليشن، لاكمال النص. التكست كومبليشن بدي ارجع احكي لك هنا انه it's really nice، وعلى طول بروح بكمل to hear from you. تمام. وطبعا هذا الاشي بتغير كل ما انه انا اكتب في النص. يعني هنا بدي اغير in the file، انت شايف كيف بتتغير؟ فبالتالي انه هذا للtext completion، التطبيقات اللي احنا الوصفة اللي بدنا ناخدها اليوم للtext completion. اوكي. في سؤال تاني؟ في حدا عنده أي سؤال تاني؟ كل الأمور تمام معقول؟ في بالنسبة لتوليد النصوص، نعم، هل هي حاجة مختلفة عن الكومبليشن؟
انك اكمال النصوص. توليد النصوص، انه انت يالف لك نص يعني من يعني بالضبط، سكراتش. من نصوص سابقة. إيه، طب ما هو انت بدك تدي له، هذه شغله معروفه في التكست جنريشن، بدك تدي له سيد، يعني بس انه بدك تدي له اول، يعني قول لي اول حرف وبكمل لك الباقي، قول لي اول كلمه وبكمل لك الباقي، يعني في الغالب كله لازم تدي له سيد. تمام، فاهم هذا الاشي، بس اظن انه كيف ممكن نطبقها وناخذ افضل نتائج؟ يعني مش عارف، اظن شفت على قناتك قبل هيك انه كنت منزل انه في واحد عامل من ابيات الشعر لإشعاع قادم قدامى، نعم انه كان يألف ابيات شعر على اوزانها. صحيح. فهذا هو اللي بسأل عنه، ما هو يعني كيف ما هو يعني يعني ابيات الشعر انت بس بتدي له بيت وهو بيروح بيكمل لك باقي الابيات، بالضبط. هذه الفكره. بس الفكره في الموضوع انه الابيات اللي بده يعملها جنريشن، هو ممكن يعمل لي جنريشن لجاربيج، لاي نص، انا ما بديش اي نص، صحيح، دي نص موزون. وهذا الكلام بيصير مع التونينج والتريننج، انت بتظبط التونينج والتريننج تبعه بحيث انه يدي لك او يطلع لك المطلوب. تمام، بس هذا مش هناخده اليوم صح؟ لا لا لا، اليوم انه كومبليشن. نعم، انه بس اليوم اذا اذا بتقدر مثلا تعطينا او في فيديو تعمل لنا اياه يوضح لنا كيف ممكن نشتغل الشغل هذا وناخذ افضل نتائج. اوكي. ممكن في عندي جيت هاب ريبو ريبوزيتوري، انه في وصفات عن للشعر وشغلات زي هيك، ممكن اعملكم مشاركة لإنه. تمام، في اي هلا اسئلة اخرى؟ ايوه نادر. دكتور، كان عندي صار انه احنا هنا بنتعامل مع الوورد، ما بنتعاملش مع مثلا كاركتر معين، يعني بصير اتنبأ بجملة او بكلمة، اقل شيء كلمة. هو بينفع هيك وبينفع هيك، لكن فكر معايا، كم حرف عندنا في اللغة العربية أو الإنجليزية؟ 28. محدودين. تمام، لكن محدودين. كم كلمة أنا موجودة عندي في العربية أو في الإنجليزية؟ 10,000، 20,000، 100,000 كلمة. So many. يعني فبالتالي تمام. انت اذا بدك تتعامل مع الوورد ليفل، بده يكون انت عندك لكل وورد عباره عن نيورون لوحدها، فبالتالي في عندك الشبكه راح تكون هيوج. فبالتالي في هذا التطبيق تحديدا بنفع التنين، ولكن يفضل تستخدم الكاركتر ليفل. تخيلت ليش؟ ايش السبب؟ تمام، بس عندي شو الحين تفتح انت مجال الاسئله، انه مثلا كيف بده يتعرف انها هذه الكلمه؟ انه مثلا بده يصير يصفط حروف جنب بعض، ما كيف بده يعرف انه بتعنيني، مثلا؟ ما بتعنيني، نعم، لأنه ما بتعنيني هاي الشغلة، لأنه السبيس هو عبارة عن كاركتر، فبالتالي هو السبيس حيكون من ضمن الوورد جنريتد ووردز. لاحظ هنا إنه أنا بدي أرجع هنا باك 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 زي هيك، شايف؟ حيحط لحاله سبيس بين ذا والاتاتشد. والسبب في ذلك تمام. انه السبيس هو من ضمن الجنريتد كاركترز، فبالتالي اتس كومبليت موديل. والشغله هذه بتكون بشكل امبليسيت، انه هو يعني هو بعرفش انه هذه كلمه لحال وهذه كلمه لحال، بس لحاله بعرف انه عفوا لحاله انه بعمل جنريشن لتكست، والتكست هذا انه بيكون انه يعني كل مجموعه من الكاركترز بيكون بيناتها سبيس، يعني بناء على التريننج بالضبط. بصير. ايوه Exactly. كاورد يعني. بالضبط بالضبط. تمام، وضح. في حنان تاني عنده أي أسئلة؟ يلا يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. بدي أسأل بس على التكست في الجنريشن، لما يكون على صورة. كيف يعني؟ هذه هذه ايمج كابشننج، هذه تاسك ثانية. يعني الانبوت هنا احنا اليوم اللي بدنا نشتغله انه الانبوت عبارة عن سيكونس اوف كاركترز، والاوتبوت تمام. عبارة عن سيكونس اوف كاركترز. ممكن انه احنا نغير الموديل والانبوت يكون عبارة عن بيكسلز والاوتبوت سيكونس اوف كاركترز. في هذه الحالة محتاجين ندمج السي ان ان والار ان ان مع بعض. ممكن تمام. اديكم فيها جلسة لحال بتحكي عن الايمج كابشننج.
انه بنكون خلاص انه مركزين عليها، حيث انه يعني تشعروا انه احنا معنا وقت وانه احنا مركزين على شغله واحده، ما بدي نعديكم اي يعني اكثر من شغله في نفس المحاضره، يعني هيك افضل. تمام. في اسئله اخرى؟ بروسيد، نروح باتجاه الكود. طيب بدنا نفتح صديقنا العزيز التنسر فلو على التوتوريالز، وفي التوتوريالز بدنا نروح باتجاه التكست. فينا عندي هنا التكست جنريشن with R and R. الفكرة في الموضوع أن أنا عملت لكم هنا notebook حضرت لكم إياه واشتغلت على تكست عربي. تمام، الفكرة هنا في الموضوع أنه giving a sequence of characters from data، يعني على سبيل المثال شكسبير. تمام، فهذا بيكون الـ input وإحنا بدنا نعمل train للموديل انه يعمل بريدكت للنكست كاركتر اللي هو اي، كانه شكسبير في انت عندك اي في الاخر، شكسبير اللي هو المؤلف الاديب الانجليزي، عارفينه اكيد طبعا. تمام، طب لو انا بدي اعمل بريدكشن لللونج سيكونس، ممكن اعمل كول للبريدكشن تبع الموديل بشكل متكرر، كيف حيوضح معنا هنا في الوصفه تبعتنا. طبعا اول حاجه بدنا نعمل امبورت للتنسر فلو. تمام، ونتاكد من الفيرجن، هي الفيرجن 2.3. تمام، وبعديها بدي انا اعمل داونلود لاخبار نيوز هيدلاينز. طبعا هذه النيوز هيدلاينز انت ممكن تحصل عليها هنا، انا عندي موجوده في المستودع، تروح على repositories وبعدين تكتب news أخبار. في عندك هنا Arabic news، هذه أنا جمعتها. تمام، جمعتها من عدة مصادر، من البي بي سي، من اليورو نيوز، من الجزيرة، CNN، RT، كله عربي. تمام، التول اللي انا استخدمتها في الموضوع برضو عشان انه انت بهمك، يعني الفكره في الموضوع انه انت في عندك كتير من الكود اوبن سورس وانت ممكن تستغله في عمل شغلات كتيره بتوفر عليك وقت وجهد كتير كبير، يعني ممكن تستخدمها في المشاريع، انا بقصد في مشاريع الفريلانسنج اللي انت بتقدم عليها على freelancer.com او upwork.com. فهذه المكتبة كتير ممتازة، news please، هذه عبارة عن مكتبة بايثون، وهي أنا استخدمتها إنه أنا أعمل crawl للأخبار اللي موجودة هنا. طبعا الأخبار هي يعني إنه أنت عندك التايتل لحال والبادي أو التكست نفسه تبع الخبر، نص الخبر نفسه فصلتهم عن بعض، ففي أنت عندك هنا التايتلز وعندك التايتلز مع الديت، لأنه تسلسل الأخبار برضو مهم. فالتايتلز هنا ممكن تفتحها وحتلاقي أنت في عندك الجزيرة والCNN واليورو نيوز والRT والبي بي سي. تمام، هاي المعلومات عنها. طبعا هذه معلومات عن الكاونت، إنه الأخبار في الجزيرة كانت سنة 2198 خبر، 2001 and so on. فهذه البيج انه it's useful في حال انه انت احتاجت انه انت تبني موديلز على النيوز في العربي او اي شيء من هذا القبيل. لسه في انا عندي ريبوزيتوري تاني لقصص الاطفال برضو حنستخدمه اليوم في المثال، انه انا بس مجرد انه انا بدي اديله بس اول كلمة وهو يروح يألف لي قصة لوحده. تمام، فنعملها داونلود مباشرة بwget، فهي الفايل صار موجود، بنفتح الفايل بس مجرد ان انا اديته الاسم
وشفت كم كاركتر بيتكون. بيتكون من هاي 1 2 3 وهي كمان 3 من 3 مليون كاركتر، حوالي 3 مليون كاركتر. دكتور بس عندي سؤال، بس في طريقة تجميع، طريقة تجميع البيانات، المكتبة اللي تكلمت عنها قبل شوية هي نفس فكرة يعني الويب سكرابينج، انه كيف اجيب مثلا نصوص معينة من موقع؟ صحيح. هذه المكتبة بقدر استخدمها؟ زي طول جاهزة؟ لا لا لا، انت في عندك هجيت حدد لك على طول تاني على السكرابينج، هذه مخصصة لتجميع النصوص، بس انت اذا بدك تجمع شغلات تانية حورجي لك تكنيك معين. تمام. هذه هي نيوز بليز، هاي المكتبة في عليها حوالي 813 ستار وفورك 228، وآخر أبديت كان من 3 شهور، فبالتالي إنه up to date. فهنا بورجي لك كيف إنه أنت تستخدمها، سواء كان في الكوماند لاين أو في الكود، هاي بورجي لك كيف تعملها installation، كيف تجيب article من URL، تمام، برجع لك إياه كجيسون، تمام تمام. هاي بورجي لك كيف تستخدمها. إذا بدك تعمل سكرابينج في البايثون، في عندك هنا مكتبة اسمها scrabbing.io، أعتقد scrabbing.io، انا كتبنا سكرابي، هاي المكتبة، هذه عبارة عن، اعتقد انه هذا عبارة عن سيرفيس لانه فيها برايسنج، مش هذا هي السكرابي، تمام. فايو امبورت سكرابي، فتعمل سبايدر انه كيف انه انت تشغلها، تمام، وكيف انه انت تبدا تعمل هاي الدوكيومنتيشن تبعها، هاي كيف تنزلها بالانستول. انت في عندك هنا مجموعة من الاكزامبلز اللي هو بروجيكتس انه انت ممكن تعملها. السكرابينج يعني على سبيل المثال، انت في عندك موقع كورة، موقع الكورة هذا انت بدكش تعمل سكرابينج للويب سايت كله، بدك بس نتيجة المباراة، فبتروح انه انت بتعمل بروجيكت معين بتقول له الويب سايت هذا بدي يجيب لي المعلومات هذه انه كل يوم. مثلا في عندك ويب سايت تاني بيعرض اسعار، هو عبارة عن متجر، انت بدك تجمع كل اسعار المنتجات، يعني طبعا بدك تشوف المتاجر المنافسة وتروح تجمع كل الاسعار عشان تشوف تقارن انه انت تنزل الاسعار ترفع الاسعار، فبالتالي انه ممكن تشوف هاي سكرابي هذا لايبرري كيف انه انت تشتغل عليها، تمام. نفس الفكرة انه ممكن كمان اجيب مثلا التغريدات او مثلا منشورات لشيء معين او لجهة معينة، بدك شغلة على تويتر، في عندك بدك تستخدم لتويتر اي بي اي، لتويتر اي بي اي انه برضو ممكن تستخدم لها مكتبة في البايثون اسمها توي باي، تمام، توي باي، تمام بالضبط، هذه تقدر تجمع فيها كيف تعمل انستوليشن، تمام، هلو توي باي، وكيف انه طبعا هي محتاجة اوتنتيكيشن، هتورجيك كيف انه انت تكتب تعمل انه انت بدك توكن انه انت حتى تعمل له جنريشن، تقرأ الدوكيومنتيشن كويس، وبالتالي انه انت بتروح تجيب التويتس من الببليك تويتس اللي هي الستريم لاين تبعك وتطبع النصوص تبعتها. ممكن
برضو كذلك تبحث على سامر الخالدي. مين سامر الخالدي؟ هذا من جهة الحاضنة، هذا واحد من البلتا اي. اوكي فاحنا كنا بنقول انه هيو زي هيك. في برضو انا عندي هنا في الجيت هاب، هي انا كنت بستخدمه لتجميع التويت، فلو رجعت على الريبوزيتوريز وهنا تويت كوليكتور على ما اعتقد اسمه، هاي حتى بورجي لك كيف تجيب التوكن هنا. هاي حطت لك الستيبس انه انت تجيب الاي بي اي من هذا الرابط، وهنا هاي بتعمل كرييت نيو اب، بتعمل اسم الابلكيشن، بتعبي معلوماته وبتجيب التوكن تمام، والكريدنشلز هذه بتروح بتحطها في الملف انت عندك، وممكن انه انت تستخدم الكوماند لاين عندك انه انا بدي اجمع على كيورد معينه، مثلا على سبيل المثال بدي اجمع كل التويتات اللي بتحكي على الكيورد هذه، انه بتكون موجوده في ليست في فايل. الكيورد هذه مثلا ممكن تكون اي شغله انت بتكون انه انت مهتم فيها. طبعا هنا مش التارجت تبعك عدد التويتات. كذلك ممكن انه انت تعمل على جيو لوكيشن معين، والجيو لوكيشن معين انه انت ممكن انت تجيب الموقع الجغرافي، مثلا بدك تجمع التويتات في لبنان مثلا بس، فبتروح تفتح هنا في الخريطه، بتروح بتحدد انه بدي انا التويت في ايطاليا مساحة معينة بالضبط، بتروح بتعلم زي هيك. هيك بيجيب كل تويتات اللي صار في نفس المكان او في نفس الجيوغرافيكال لوكيشن. هنا شايف هاي بتروح تعمل نسخ، هاي هذه اوكي، بتروح تعمل نسخ. ايش الفورمات اللي انا حاطه هنا؟ الفورمات فورمات اعتقد مارك CSV على ما اعتقد انه هو مارك، بس مجرد انه انت بتعمل هنا في عندك يفترض زر كوبي، او TSV هاي بتنسخه هذا زي هيك وبتحطه عندك هنا في الجيولوكيشن تمام، وبدأ يجمع في منطقة جغرافية. هذا إذا بدك تجمع على يوزر معين، بدي هذا اليوزر كل التويتات تبعته. هذا إذا بدك تدور في الهيستوري. هذه أفضل لك من السكرابينج، لأنه التويتر التويتر نفسه فيه له API. تمام واضح. في حدا عنده كمان أسئلة؟ أوكي. فاحنا نرجع للنقطة هذه، انه احنا اتفقنا انه في عندي 3 مليون كاركتر، فبدنا نعرض اول 250 كاركتر. زي ما انت شايف الفايل هذا انه عبارة عن عناوين اخبار، مش فيش فيها تفاصيل، انه قطر تشتري حصة بشركة شيل، مجلس الامن يبحث طلب فلسطين، وهكذا and so on. كل تايتل في سطر معين. اوكي الان بدنا نشوف الفوكابلري. الفوكابلري تبعتي اللي هي عبارة عن مجموعة الأحرف تبعتي. قديش الأحرف أنا عندي في اللغة العربية؟ في حدا عارف؟ 28. أوكي. إيش بدك تزيد عليهم؟ لا 29 يا دكتور، زادوا. 9 زادوا؟ من وقت إيش زادوا؟ لما انصرت غزة لحال. خلي بالك هذا اللقاء مسجل، فبالتالي إلزم حدودك. هنزيد عليهم الفواصل والدوت والعلامات المميزة هاي بالضبط. والمسافة والسبيس، فبدك تزيد عليهم البنكشويشنز، وإيش كذلك ممكن تزيد عليهم الحركات بالضبط، اللي هي الفتحة والضمة والكسرة. وإيش ممكن تزيد عليهم؟ تزيد عليهم هذا الخبر.
أربع أغذية عليك تجنبها لترتاح من غازات البطن. فبالتالي أربعة هذه في حد ذاتها هي عبارة عن كاركتر. فبالتالي الأرقام أنت عندك برضو أنه هي تدخل معنا في الحسبة. كذلك ممكن أنه يجي في عنا برضو كذلك أحرف إنجليزية، لأنه ممكن تيجي تقول أنه شركة IBM تكتبها زي هيك أنه بالعربي، أو ممكن تكتبها بالأحرف الإنجليزية، أنه تكتب شركة وتكتب بالأحرف الإنجليزية IBM. فبالتالي عشان هيك أنا عندي عدد الكاركترز 123. whatever انه بتضلها انه هي محدودة، مش زي ما انه انا اتعامل مع كلمات انه بتكون انه عددها كتير كبير. تمام، هنا احنا ايش بدنا نسوي؟ كل كاركتر بدي ادي له اندكس. طبعا للنيورال نتورك بتتعامل يعني بتحب تتعامل مع ارقام، يعني تديها الكاركتر الف او باء ما بتعرف هذا الكلام. فبدنا ايش نسوي؟ بدنا ندي لكل كاركتر اندكس. بدنا نعتبر انه حرف الالف بيمثل رقم 13، حرف الباء بيمثل 14 and so on. تمام، فهدول الانديسيز انه مجرد انه بس عملنا ديكشنري ولفينا، هاي وهذا عبارة عن ديكشنري، لفينا عليهم كلهم وكل واحد انه رحنا ادينا له اندكس. والاندكس والتشار اندكس هذه انه ممكن انه نعرضها. فهنا انا عرضت اول 100 كاركتر. اول 100 كاركتر زي ما انت شايف هاي الاحرف الانجليزيه من البدايه. هنا السلاش ان برضه بيدخل في الموضوع زي السبيس، فبالتالي هو 0. تمام، السبيس 1، علامه التعجب 2 and so on. هاي علامات الترقيم. هاي انت عندك هنا ارقام 0 1 2 3 لغايه 9. وبعدين عندك بعض الاحرف الانجليزيه دكتور. يعني هالوقت 123 كاركتر هذول اللي هو يعني علمهم كل ما يشوف كاركتر حيحط بداله هذا الرقم بالضبط. تمام. كل ما يشوف كاركتر جديد يعني 123 استخلصهم من التكست انت عطيته اياه. بالضبط بالضبط، هم كلهم على بعضهم اصلا هيو 123 كاركتر. انا طبعت اول 100 لانه بدي اياك تشوف العربي. العربي هيو تحت هنا، هاي انت عندك هنا طبعا هو معكوس. يفترض انه الالف هنا بس عشان الالاينمنت. انت عندنا هلا علامه الاستفهام بالعربي هيو 68، الهمزه 69، الالف مع مده 70، الالف مع همزه 71 and so on. كل الاحرف العربيه. تمام، الآن بدنا نشوف كيف تمثيل جملة معينة. فبدي أخذ جملة أول 13 حرف من التكست اللي هي عبارة عن قطر تشتري حصة، ونشوف كيف بدنا نعملها مامينج الأرقام. فبالتالي حتصير 97 91 85 and so on. فبالتالي هيك نقدر نتعامل معها في النيورال نتورك. فبالتالي هذا التكست أو هذا السيكونس اوف كاركتر، هذا الريبريزنتيشن تبعه as numbers او as دكتور. طب والسبيس، السبيس كيف حيعلمها؟ ما هي السبيس حكينا انه الاندكس تبعه في له اندكس. تمام، طب وين هنا؟ موجود هنا، مش واحد هي ارجع هنا. تمام خلص وضحت. السلاش ان 0 هي واحد. فانت واحد عندك هنا، رايد معايا، قطر ثلاث أحرف، هاي الحرف الأول قاف وطا وراء، وبعدها هاي سبيس واحد. تمام، بعدها تشتري كم حرف؟ هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وبعدها سبيس. تمام، تشتري أربع أحرف خمس أحرف عفوا. أوكي، طيب الخطوة اللي بعديها إيش بدنا نسوي؟ بدي انه نعمل بدنا نثبت السيكونس لينث. تمام، فبالتالي انا عندي الانبوت عباره عن 100 نيورون والاوتبوت عباره عن نيورون واحد. تمام، فبالتالي السيكونس لينث انا عندي 100، فالانبوت عباره عن 100 كاركتر، وبدنا نعمل بريدكشن للكاركتر 101. متخيلين معايا؟
وطبعا هذا الكلام بدنا احنا نرتبه كاكزامبلز اللي هي الاكزامبلز بير ايبوك، انه اخذنا اللينث تبع التكست وزدنا انه السيكونس لينث زائد واحد، وهنا رحنا حولناهم ل تنسور داتا. النمبرز هدول تمام زي ما انت شايف رحنا حولناهم ل تنسور داتا تمام، واخذنا 5 باتشز عفوا 5 كاركترز، فهي عباره عن قطر هي 1 2 3 4 هي 5 اوكي. فهنا رحنا عرضنا انه index to char، index to char هو بروح بيعكس لي اياه. لو خليتها زي ما هي ونفترض انه هو بروح بيطلع لي الاي اللي هو 97 91 وهكذا اوكي. الان بدنا نشوف انه السيكونسز هدول انا بدي اجمعهم مع بعض. السيكونسز حكينا انه اتفقنا انه بدنا نرتب النصوص، انا عندي ميات ميات صح. فهنا رحنا اخذنا السيكونس هو عبارة عن char dataset، عملنا batch السيكونس length زائد واحد وعملنا drop reminder بتساوي true. ايش معنات هذا الكلام؟ رحنا اخذنا اول 100 حرف وعملنا drop للباقي، وبعديها اخذنا تاني 100 حرف وعملنا drop للباقي. احنا هنا اخذنا 5 sequences، هاي السيكونس الاول الثاني الثالث. لاحظ انه السيكونس اللي هو عباره عن 100 حرف هو عباره عن عده عناوين للاخبار تمام دكتور. يعني هالوقت لما هستخدم اول 100 حرف لبريدكشن لل101، من ال100 بعد هيك هاخذ من 1 ل101 هيكون انبوت، و102 هيكون اوتبوت صح زي كده قصدك؟ بالضبط بالضبط. تمام. هجي تشوف لي الريبرزنتيشن ايش ايش سويت. رحت طبعت هاي as a text تمام، وبعدين روح طبعت الايتم نفسه اللي هو عبارة عن تنسر. هذا هاي شايف عبارة عن تنسر، هذا العنصر الثاني اللي هو الايتم شايف هاي معلم هنا ومعلم لك اياه هنا، وهنا اللين تبعه اللي هو 101 وهي الشكل أيوة. تبعه فعلا 101 بهذا الشكل. ال 101 هذه ايش بتمثل؟ هدول كلهم راح يكونوا الانبوت، والاوتبوت وين؟ ال 99 اللي هو ال 100 تمام بالضبط تمام. هالوقت في الايتريشن اللي بعدها حابدا مثلا من 91 اللي هو لسه مش ايتريشن احنا بنرتب سيكونسز جمل. هذه برضو عباره عن سيكونس ثاني، ال 100 هذول عباره عن انبوت وهذه 71 عباره عن اوت، فبرتب الداتا سيت لسه ما عملناش ترين ولا بريدكشن. واضحه واضحه. فبالتالي okay. هنا split input target، فهي باخذ للشانك الانبوت تكست هو عباره، هو كيف بده يفصلهم انه هو ياخذ هدول كلهم عباره عن input وهذا عباره عن output، حياخذ للشانك هذه اللي هي عباره عن تنسور اللي هي عباره عن array من الاول لغايه قبل الاخير تمام. والتارجت هي عبارة عن زي ما انت قلت انه احنا بدينا من واحد لغاية من صفر لغاية 100 عشان نعمل بريدكشن لمية وواحد. التارجت راح يكون انه من راح نستخدمه من حندخل انه من واحد لمية وواحد عشان نعمل بريدكشن لمية واثنين وهكذا. فعشان هيك انا عندي التشانك هنا ببنى من الواحد للآخر وبرجع الانبوت والتارجت. يعني على سبيل المثال بدنا نجيب الانبوت ديتا والتارجت ديتا، انا عندي بهذا الشكل، هاي رحت عملت لهم هنا برنت بهذا الشكل، مش راح يكون واضح لإلك عشان هيك انا رجعت كررتهم هنا. فالانبوت ديتا هاي عبارة عن قطر تشتري حصة بشركة شيل، مجلس الأمن يبحث طلب فلسطين، بلاتر العقوبة ضد كذا كذا شايف، لغاية العراق يلغي صفقة سام. هي بالفعل لو رجعت للجمل فوق صفقة سلاح تمام. شوف للتارجت، التارجت هو عبارة عن نفس الجملة بس ايش طيرنا من قطر؟ حرف القاف شايف تمام، وباقي الجملة زي ما هي
وكلمة سلاح كلمة الحرف سائج زدنا عليه حرف اللام and so on. وتحط الصورة كيف؟ إذا حدا مش واضحة عنده الصورة يحكي لي الآن. كل الأمور تمام؟ طيب إذا الأمور تمام اعمل لي thumbs up أنت عندك في الشات. أوكي طيب هجيت احنا اتفقنا مطلوب انه انا اعيد احنا اتفقنا انه كيف بدي ارتب هدول الجمل انا اخدت هيهم رتبتهم 101 101 بهذا الشكل تمام جمل عفوا sequences بهذا الشكل تمام فالانبوت عبارة عن sequence والاوتبوت عبارة عن sequence بس ايش الفرق بين الانبوت والاوتبوت يعني خليني اكتب لك اياها مثلا زي هيك صباح الخير كيف الحال تمام هذا الانبوت الاوتبوت راح يكون انه انا بدي اطير من صباح الخير حرف الصاد فبده يصير بهذا الشكل نفس الجملة كيف الحال وايش بدي اضيف عليها كاركتر جديد اللي هو علامة التعجب بس اللي انا بسويه انه هو عبارة عن ترتيب للبيانات بهذا الشكل وزي كأنه انا باخد هدول كلهم كانبوت عشان ايش اعمل بريدكشن لهذا الكاركتر يعني عفوا انه انا بقاعد بكتب هنا في رسالة على الجيميل تمام راح يفترض انه هو بده يعمل لي توليف للحرف الجديد يفترض يعمل لي توليف لهذا تمام طيب انت بدك تعمل توليف للحرف اللي بعده المرة الجاية ايش راح يصير انه هذا راح يصير انه input تمام والoutput راح يصير انه نفس الجملة بس بدي اطير منها حرف الباء وايش بدي ازيد هنا عبارة عن space خليني اعمل لك اياها underscore عشان تشوفها المرة اللي بعديها نفس هاي الجملة هاخدها خليك معي ثواني تمام وحشيل منها حرف ال هنا السيكونس دائما ثابت 100 تمام وراح اعمل جنريشن ل الاوتبوت راح يكون انا عندي انه انا راح اشيل هاي تمام وهنا بدي احكي كيف الحال لا مش كيف الحال شو اخبارك شو حرف الشين وهكذا يعني صباح الخير كيف الحال شو اخبارك مثلا and so on هذا الكلام بيتكرر بشكل repeated لي عشان انه انا اعمل اولف جملة بالكامل تفضل دكتور يعني انت هنا دائما بتحافظ على اللينث اللي انت عطيته اياه في البداية بالضبط. يعني انت حكيت له 100 فدائما بخصم اول كاركتر من الجملة وبضيف في نهايتها واحد بداله بالضبط صحيح طيب في حالة انه اذا كان الانبوت اقل من اللينث اللي انت معطيه هنا في هذه الحالة انه انت الجنريشن يعني انت بتخليني اقفز هنا في الجنريشن هنا بعد ما عملت يعني هيتسبب بمشكلة في النهاية كيف؟ هيتسبب بمشكلة؟ لا 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 ابدا ابدا هيو انه انا هنا بس اديته كلمة مجلس وايش عمل؟ عمل لي جنريشن لهذا النص كله اللي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن 1000 كاركتر هنا في استخدام احنا في التريننج احنا بنرتب هذا الامر كله في التريننج في التريننج لازم انت تثبت الانبوت والاوتبوت لكن في البريدكشن في عملية الجنريشن اللي هي عملية انه انت لما تيجي تستخدم الموديل بتروح تستخدم الموديل هنا استخدمناه 1000 مرة عشان اولف كل هذا النص اللي انت شايفه بناء على كلمة مجلس فهمت علي كيف؟ تمام فبالتالي انت هنا ممكن انه انا اضيف اطول النص شوية هنا واكتب مجلس الامن واطلب منه انه يعمل لي جنريشن لنص اكتر
والتاسك اللي انت انا عارف انه انت بدك ترجع تميل على التاسك تبعت التايتل جنريشن، انت الابستراكت بتروح تديله اياه كله هنا زي هيك تمام، وبتطلب منه انا والله التايتل بدي اياه مثلا قديش التايتل تبع بدي اشوف التايتل تبع بيبر معينه، خلينا اشوف مثلا سكولر. وكان كمان في مشكله انه كيف احكي له من الابستراكت الضخم هذا بس خد لي تايتل طول وكذا. ما هو انت بتثبت الاوتبوت يعني زي هيك، يعني مثلا هاي الجمله ليش مش راضي يفتح، شوف بيبر ثانيه، خلينا ناخذ هاي انت عندك في الويب سايت شار كاونت اونلاين، في هذا الويب سايت معروف، ممكن انت تعمل له استيميشن از ان افريج، يعني انه تروح تلف على كل التايتلز عندك في البيبر وتشوف قديش الماكس، يعني او اطول عنوان قديش طوله واقصر عنوان قديش طوله وقديش المتوسط، بناء عليه ممكن انه انت تعمل استيميشن لهي الشغله. فهذه كم حرف؟ 67 حرف تمام، فبالتالي انت ممكن تديره الابستراكت مثلا 300 حرف وتقول له بدي اياك تعمل لي جنريشن ل 67 حرف او 60 حرف او 70 حرف وات ايفر يعني تمام. تمام وضحت للجميع؟ في حدا مش واضحة عنده الشغلة هذه لسه؟ هو شوف شطارتك هنا في الموضوع انه انت يعني اغلب التاسك اللي انت بتمر عليكم، يعني انا دايما بطلب بقول لك ورجيني كيف شكل البيانات، اتخيل الانبوت والاوتبوت عشان انا اقول لك اه والله ممكن بنفع تستخدم موديل كذا، وهذه الشغلة انه مهمة جدا انه انت تعرف كيف النيورال نتورك هي النيورال نتورك سواء كانت سي ان ان او ار ان ان، بس الشطاره في الموضوع انه انت كيف ترتب الانبوت وترتب الاوتبوت، ما دام انه حددت الانبوت والاوتبوت خلاص قول للنيورال نتورك روح اتعلمي لحالك، بضل الموضوع انه بس مجرد تونينج وشغلات زي هيك بغض النظر عن ايش البروجكتس اللي مرت عليك. انتوا اكيد خلال الفتره هذه خلال فتره الفريلانسنج مر عليكم بروجكتس ما مرت عليكم قبل هيك، وهذا طبيعي جدا لانه هناك عدد غير محدود ولا نهائي تقريبا من المشاريع اللي بيطلبوها الزبائن، كل واحد عنده انبوت واوتبوت مختلف عن الثاني. فواضح الامور يا مهدي؟ الو او هتكون يعني مش معانا يا مهدي؟ لا تمام واضح. في حدا عنده لسه اي مش واضحه امور ترتيب؟ اه ماشي اوكي عرفنا انه انت معنا. في حدا عنده مشكله في يعني ترتيب الانبوت والاوتبوت عندنا في النيورال نتورك؟ فبالتالي هاي شفنا كيف تخيل الموضوع، يبقى هنا قطر تشتري حصة بشركة شيل، مجلس الأمن كذا، هذا العنوان اللي وراه، العراق يلغي صفقة سين تمام، وهنا الجملة اللي وراها القاف راحت من قطر و سين صار في وراها لام and so on. الفكرة في الموضوع انه احنا بدنا نعمل هذا الكلام repeatedly، يعني زي كأنه انت بدك تتخيلها انه انا اديتك input قاف فبالتالي بيفترض تعطيني output طا. طبعا هذا الكلام انه هل دايما انه القاف بيجي وراها طا؟ لا، في عندك كلمة قالة، في عندك كلمة قلم، في عندك كلمات عديدة، فبالتالي انه بيعتمد على الموديل اللي موجود عندك. بالضبط. والان الفكرة في الموضوع انه هذا اللي انت عملت له prediction الطا راح تاخده المرة الجاية في الستيب رقم واحد، هنا في ستيب زيرو ستيب رقم واحد حتاخده as an input عشان تعمل prediction للرا، والرا راح تاخده input عشان تعمل prediction للسبيس، والسبيس راح تاخده input عشان تعمل prediction للتا and so on.
خلاص اترتبت الامور، ضل انه احنا ندخل في المودلز اللي احنا تعودنا عليها دائما اللي هو موضوع الباتش سايز وتحضير الداتا سيت. فاحنا عرفنا هنا الباتش سايز 64 وعملنا شفل للبيانات، وهذا البفر سايز طبعا هذا الكلام حكينا انه بيعتمد على الذاكره اللي موجوده عندك، تمام، اللي حتكون في الميموري. اذا انت عندك الذاكره محدوده بتستخدم رقم اصغر شوي من هذا، تمام. دكتور ايش هو البفر سايز؟ يعني ايش مش فاهمه انا بشكل منيح. كم يعني قديش انه حجم الميموري اللي راح يحط لك فيه يعني سيكونسز في الذاكره انت عندك؟ فبالتالي يعني ما له علاقه في البيانات تاعتك، له علاقه بحجم الذاكره عندك في الجهاز. حاجات كل ما كان البفر اكبر بيكون انه الشغل بيكون اسرع، يعني هو بيتعامل يعني ما يعني انه البفر بياخده دفعه واحده وبيعمل له بروسيسنج دفعه واحده، لكن اذا الذاكره عندك شوي صغيره بيصير انه لا، يعني انه البفر سايز لما تكبره ممكن انه الرام تبعت الماشين تبعتك تخلص وتلاقي انه بطء في الاكسكيوشن. وهذا الكلام بيصير على كولابوراتوري ولا بس على الجهاز؟ صحيح، اكيد طبعا، لانه انت عندك هنا لما تعمل كونكت، تمام، في لك مساحه في الميموري، ويعني الرام انت عندك هنا 16 جيجا. في 16 جيجا انت شوف قديش انه انت بدك تستخدم يعني انه زي هيك، تمام. طيب الفوكابلري تبعي قديش؟ مين يقول لي؟ المئة وثلاثة وعشرين بالضبط. exactly. تمام. وهنا ايش مستخدم؟ مستخدم الامبيدينج. اوكي، الامبيدينج دايميشن انا عندي 256، وهنا الار ان ان يونت 1024. كم من نيورون انا عندي في طبقة الار ان ان؟ هنا بنى الموديل تبعه، فبالتالي الانبوت هو عبارة عن vocabulary size والembedding dimension والRNN unit والباتش سايز، هذه عبارة عن دالة احنا عشان نحن نبني الموديل. وعرف sequential model اول طبقة، طبقة embedding زي ما تعودنا في التكست، ثاني طبقة GRU لانه احنا حكينا انه ممكن يكون في عندي LSTM او GRU في الRNN. هنا مستخدم GRU اكم unit اللي هو 1024. return sequence بتساوي true و stateful بتساوي true، هذه باراميتر كلها لل GRU، تمام. وهنا ال output برضو نفس الاشي 123 اللي هو نفس ال vocabulary size. فبالتالي ال generated character راح يكون واحد والبقية zeros. متخيل معايا الامر كيف؟ متخيلين؟ فبالتالي احنا 123 كاركتر، صح؟ بدنا نعرف اي كاركتر اللي صار له بريدكشن. اللي صار له بريدكشن بيكون واحد والبقية بتكون زيروز. فعشان هيك انت عندك اخر طبقة دنس بالفوكابلري سايز، تمام؟ هنا عملنا بيلد للموديل، وهنا بس انه جهز الباتش. تمام، وهنا انه احنا بس مجرد جهزنا الباتش، وهي السمري تبع الموديل بهذا الشكل، تمام. طبعا هنا سامبل انديسيز انا عندي لا باتش اوف زيرو، ايوه بهذا الشكل كاركترز، تمام. هنا بدنا نجرب الانبوت والاوتبوت. الانبوت هنا عبارة عن مظاهرات بصورية لفك حصار. هي على فكرة عشان الالاينمنت، عشان هيك انا ايش بدي اسوي؟ بدي اروح طبعت لك اياها بدون الريبريزنتيشن هنا. فبالتالي هنا الانبوت انت عندك طبعا هذا بيجي بشكل راندوم، انت عندك في تا مربوطة من الكلمة اللي وراها مصرية لفتح مع بالرفع فوز شاق الى اخره، تمام. والبريدكشن اللي انت شايفه اللي احنا استخدمناه من الموديل هذا عبارة عن garbage، شايف؟ شو السبب؟
لاحظ انه انا بدي برضو بدي ارجع اذكرك كمان مرة، احنا عملنا بلد للموديل وشوفنا السمري تبعه تمام، واحنا هنا ايش استخدمنا؟ استخدمنا عشان نعمل بريدكشن، هذا لسه بدون فت بالضبط بدون تريننج، فعشان هيك انه الاوتبوت عندك عبارة عن garbage garbage. الان بدنا نعرف اللوس فانكشن، هي عبارة عن ما دام انا عندي 123 كاركتر الاوتبوت، فبالتالي هي عبارة عن categorization sparse categorical cross entropy، يعني واحد output واحد بيكون 1 والبقية بيكون 0s تمام. وبنعمل compile للموديل الoptimizer Adam، وهنا الدايركتوري اللي بنحفظ فيه checkpoints اللي هي الويتس تبعت الموديل، وهنا حددت بدي 10 ايبوكس، وهنا بعمل fit للموديل. هاي خلص الايبوك الاولى والثانية والثالثة الى الاخر تمام. هنا بعمل سيف للموديل، وهنا رحت حملته تاني. هذه شغلة كتير مهمة لأنه التريننج هذا ممكن يطول معك، يعني ممكن يضله 4 ساعات، فبالتالي عشان بدك ترجع يعني تستخدم الموديل يفضل إنه أنت تعمل له سيف وترجع تعمل له لود هنا بهذا الشكل تمام. هذه الدالة اللي سأل عليها عبد العزيز إنه إحنا كيف إنه بناء على طول يعني بنعمل بريدكشن لنص معين، فبروح نكتب utility function. ايش الهدف منها؟ انه بديها الموديل وبديها للسيد اللي هو الستارت تكست، وهنا بدي احدد عدد الكاركترز اللي بدي اعملها generation تمام. هنا انا عندي الانبوت اللي هو الستارت. حدا بدي يسأل؟ اوكي، فاللي هو عبارة عن string، انه بس مجرد ان انا عملت له encoding ل indices تمام، وهنا حولته ل tensor data، وهنا generated text هو عبارة عن لستة فاضية، هنا بعبي فيه generated characters، وزي ما انت شايف هي عبارة عن loop كم مرة بكررها؟ 1000 مرة بالضبط تمام، 1000 مرة. فبالتالي هنا البريدكشن بروح بديله الانبوت وبعمل بريدكت تمام. لاحظ انه انا في عندي باراميتر هنا معرفه تمبريتشر بتساوي 1. التمبريتشر هذا اللو تمبريتشر انه بينتج انه مور بريدكتابل تكست، والهاي تمبريتشر مور سربرايزنج تكست. شو معنى هذا الكلام؟ ناخذ مثال، يعني على سبيل المثال نيجي مثلا انه هذا السياق قال، شايفين النص ولا صغير؟ قال ايش انت عندك يعني في السياق هذا ممكن انه يكون شغلة، يعني شغلة انت بتتوقعها؟ قال احمد مثلا او اسم شخص، يعني اسم شخص ناطق مثلا. قال يا عيني عليك، انت بتسمع اخبار كتير. قال الناطق الرسمي الى اخره تمام. هذه شغلة متداولة في الأخبار. شو كمان مثلا شغلة كمان متداولة في الأخبار؟ مش يعني إنه شغلة predictable، هي المقصود predictable، إنه بتكون إنه بناء على الأنماط الشائعة أنت عندك في الأخبار. قال رئيس الوزراء أن الرواتب تمام، شغلة زي هيك. وصرح انه زي هيك بالضبط، وصرح انه، فانا بس انه بدي اركز على كلمه قال تمام. الان شغله انه كيف هي قال بتيجي الصفه تبعت او الرتبه او الاسم بعد قال، يعني الشخص نفسه
بالضبط. يعني انت مثلا ممكن تقول ماشي، هاي قال احمد، انت مين اللي حكى؟ كريم، يا يعني يا بتيجي مثلا، قال يا كريم. بتيجي صفته مثلا او اسم. والله يا كريم شنصت معاك، يعني انت اسمك اتسجل في السيشن هاي. تمام، مبروك. اوكي طيب، هذه شغله بريدكتابل. نيجي الان لشغله سربرايسنج. يعني الان ايوه اتفضل. الو، في حد؟ في انتوا سامعيني؟ سامعينك تمام يا دكتور، سامعينك 100%. انا سمعت حدا بيحكي وكان الصوت بيقطع، يعني زي كأنه بيسأل او شغلة زي هيك. تمام الامور، خلاص اوكي تمام. طيب ال more surprising text. الان قال ايش شغلة ممكن تكون إيه شغلة سيربرايسينج؟ ايش قصدك سيربرايسينج؟ شو يعني سيربرايسينج قصدك هنا؟ شغلة مش متوقعة انه هي تيجي. قال قطر مثلا انه روح يتنبأ لك دولة، قالت يتهبل. هذه شغلة انه هي اصلا انه مؤنث، هذه شغلة. والشغلة الثانية انه الكانتري ما بتحكي، متحدث تمام باسم دولة، انه هو ممكن انه يعني مثلا ممكن نقول انه قال الاردن. ايوه هذه شغله سربرايسنج، يعني شغله زي هيك. تمام، فبالتالي بس انه اتس فاليد ولا مش فاليد؟ يعني valid. من ناحيه انه جراماتيك من ناحيه مش فاليد. لا مش فاليد. ليش؟ مش صحيح. طفي انا بحكي من ناحية، انا من ناحية بحكي من ناحية قواعد، بحكيش من ناحية. الدولة بتقولش، حد بيقول لها ناطق بحكي. بس بتيجي فاعل. كلغة بتيجي فاعل. بتيجي صح، بس بالنسبة لمعنى لا. الأردن مش ممكن انه هو يكون فاعل؟ ممكن. الأردن سجل ديونه، الأردن اقترض من صندوق نقد كذا، الأردن قام بافتتاح، أو الأردن افتتح يفرض إذا الله زي هيك. فهو يعني من ناحية جرامر بزبط إنه هو يكون فاعل، تمام. لكن بالنسبة لإلك كشغلة في الأخبار سيربرايسينج ولا لا؟ لا سيربرايسينج. فبالتالي اللي انا بدي اصل له انه السيكونس اللي ممكن يجي بعد قال شغلات كثيره ممكن تكون منها ممكن تكون شغلات بريدكتابل متوقعه، وممكن تكون شغلات سربرايسنج. فانت الان ممكن تتلاعب في هذا الباراميتر اللي هو التمبريتشر، وتشوف يعني على سبيل المثال ممكن نحن نطبقه الان في تاليف القصص. فممكن تجيب يعني قصة يعني سربرايسنج، يعني انه يعني قصة يعني يعني بالنسبة لك يعني عمره ما يعني شغلة مش متوقعة بالمرة، شغلة مش زي القصص المألوفة خالص. وممكن انه انت تحطه يعني شغلة انه الباراميتر هذا تحطه له عشان يجيب لك يعني قصة من القصص المعروفة اللي مرت علينا احنا. تمام. هي قيم دكتور، هي قيمته بين الصفر والواحد صح؟ لا، ممكن انه انت تزود، يعني ممكن تحط 20، ممكن تحط 13، يعني تجرب زي هيك. ويعني هو محطوط انه low value اللي هو more predictable. بدك انه انت تعمل اكثر ممكن تحطه 7 ونشوف كيف الامر بتصير. تمام؟ الان الآن البريدكشن هو عبارة عن إنه أنا بدي أخذ بشكل راندوم. كيف يعني؟ الآن أنا عندي حرف القاف، نيجي أنا هذا المثال أنا حطيته على مستوى ال 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 الوردز. ممكن نحن نطبق هذا الكلام على مستوى الكاركترز، يعني مثلا if
شو بتتوقع؟ انه يجي حرف الطاء بعد حرف الطاء مثلا افطر؟ لا لا، انه مثلا حرف الضاء حرف الطاء قصدي حرف ايش؟ او حرف التاء زي افتتاح افتح بالضبط. تمام، هذه شغلة انه هي يعني انه predictable. تمام، بمعنى انه افترض انه انا عندي الانبوت، انا عندي خلينا ناخده انه two characters الف وفاء عفوا. تمام، وهذا ايش ممكن انه يجي لك انه كاوتبوت؟ بيجي انه كاوتبوت مثلا حرف الحاء بنسبة 90% او خلينا نقول بنسبة 43 عفوا حرف التاء. شو كمان ممكن يجي بعد هذا المقطع F؟ ممكن مثلا حرف الراء بنسبة مثلا 25%. إيه شوية الكلمة، طيب قول لي شوية الكلمة. افرح مثلا، افرح افرح، ماشي اوكي. ويجينا عن نفس الوزن، ممكن تيجي الراء بنسبة 20%. ايش ممكن كمان كلمات؟ افعل افعل حرف العين بنسبة مثلا، هذا عبارة عن loss logit probability مثلا 13 بهذا الشكل. الآن هاي الجملة اللي أنا بدي أوصل لك إياها، يعني عشان أنت تكون عارف كيف تلعب في الوصفة بالضبط، إنه بروح باخد بشكل راندوم بين هدول الأرقام بروح باخد بشكل راندوم tf.random categorical بين هدول الأرقام بناء على البروبابيليتي تبعتهم. يعني بدي اياك تتخيل انه انت عندك بطاقات، عندك 10 بطاقات. البطاقات اللي باللون الاحمر عندك اياهم، عندك 6 بطاقات، وباللون الازرق عندك 3 بطاقات، وباللون الأخضر عندك بطاقة واحدة. هجيت بدي أجي أنا أسحب، بدي أنت رحت خلطت البطاقات، تمام؟ وأنا بدي أجي أسحب بطاقة منك، شو احتمال إنه أنا أسحب بطاقة؟ واحد على 5 عدد البطاقات. 3 بطاقات. شو لون البطاقة اللي أنا ممكن أسحبها؟ أحمر أو أصفر أو أزرق أو اللون اللي حكيته. ماشي، انا عديتك ارقام، قلت لك انه الاحمر 6 بطاقات، الازرق 3 بطاقات، والاخضر بطاقة واحدة. كل واحد احتماله على 10 للاحمر و 3 على المجموع الكلي. 3 على المجموع الكلي. ليش 3 على المجموع الكلي؟ يعني مثلا احتمال مثلا بطاقة احتمال انه انا اسحب احمر 6 على 10 احتمال. 100% بالضبط. فبالتالي انه انت بس تمشي اياها كبروبابيلتي، انه انا يعني انا اللي بدي اياه انه انا بدي اسحب بطاقه، شو البطاقه اللي راح تكون لونها؟ بدي اياك انه انت تقول الجواب من الاخر انه هو احمر بس، هل ممكن انه تطلع لي البطاقه ازرق؟ وارد جدا، بس الاحمر بيطلع اكثر. هاي اللي بدي اقولها. دكتور نعم، هالوقت بينفع انا اعمل تريننج للموديل على مستوى الكاركتر مثلا، على مستوى الوورد، واخليه يتنبأ لي على مستوى كاركتر او العكس؟ لا صعبه شويه. يعني ايش بقى دربه، ايش بدي اخليه يعمل لي بريدكشن؟ صحيح، ماشي اوكي. نرجع كمان مره، انه احنا بناء على البطاقات تبعتنا، انه احنا حكينا 6 بطاقات حمراء، 3 أزرق وواحدة أخضر. لما أجي أسحب تطلع لك حمراء، أسحب كمان مرة برضو ممكن، يعني احتمال كبير تطلع لك أحمر، بس الأزرق وارد أنه هو يطلع لك. تمام؟
وارد انه هو يطلع لك، بس الاحتمال الاكبر للاحمر. فعشان هيك بدنا نرجع هنا انه حرف التاء بدنا نعتبر انه اعلى probability هو موجودة عنده، فبالتالي هو حيطلع في الغالب. بس الراء وارد انه هو يطلع، والعين وارد انه هو يطلع. فعشان هيك الاوتبوت هنا انت عندك 123 اوتبوت بروح بيختار بيناتهم بشكل راندوم. هنا بيلعب الحظ في الموضوع، ولكن البروبابيليتي تبعت كل حرف برضو بتتدخل في الموضوع. واضح هذه الدالة شو بتسوي؟ واضح يا جماعة؟ تمام واضح والله. تمام اوكي. طيب فهنا نستبعد الدالة هذه، انا بس مجرد ان قلت له مجلس راح لحاله كمل الاخبار. تمام؟ الاخبار هذه يعني انت شايف زي هاي وهي، وبعمل لك كلمات لانه بعمل بريدكشن لسبيس. بس هل الاخبار هذه كونسيستنت؟ مجلس الامن يواصل لغايه الان اوكي، بس هنا ظريفها هذه مش اصلا مش موجوده في الفوكاب. لا مش دقيقه بزنة. او مش منطقيه يعني. انا ذلك انه هنا بدنا نرجع للتريننج. هل العشرة هذا التريننج انه هو بكفي؟ لا بدي اعمل له تريننج اكثر، زيد الابو. بالضبط بالضبط. الآن هنا علامات طلبة رشح للحزب، أربع علامات طلبة رشح للحزب. تمام؟ 18% كيف سيحكم السيطرة السودانية؟ هي يعني it's more like news، بس news مفبركة إن صح التعبير، أو news مؤلفة. يعني فعلاً هو مؤلف news. أنا بدي أشوف الخبر هذا، يعني أنا صحيح شدني الخبر هذا، أنا بدي أشوف الألايمنت تبعه عشان أشوف إيش. أمير قطر النوبة الخارجية تسترجع تعويضات عقوبات إيران 4000 بنك قطاع غزة. يعني خبر أخو أخته، يعني في لينك somehow يعني بين الشغلات هذه. ثلاثة في واحد يعني خبر مفبرك، يعني إنه شغلة مؤلفة يعني. تمام. الآن أنا في نوت بوك تانية هنا. دكتور في عندي سؤال. تفضل. لقيت أنت هنا لما علمت ال هي النيوترال نتورك هاي على تكست او كونتنت كامل، تمام؟ يعني كانه تارجت واحد. طب لقيت انا لو كان عندي ايش قلت لك انه تارجت واحد؟ قصدك يعني انه دومين الاخبار؟ لا انه خلص محتوى تكست في فايل واحد مع بعضه. طب لقيت لو انا كان عندي التارجت منفصل عن اللي انا بدي اتوقعه البريدكشن، ايش يعني منفصل؟ او كان انه مثلا التارجت في ملف والمحتوى اللي بدي اعلمه عليه في ملف ثاني. يعني مثلا زي ما هنا احنا عملنا preparation زي هيك، يعني مثلا زي موضوع التايتل انت بتروح تقرا الملفات كل واحد انه بتقراهم الداتا عندك من كل واحد من ملف منفصل، بس هنا بتروح بترتب هنا السيكونسز بهذا الشكل. انت يعني الموضوع بس بيعتمد على ترتيب البيانات، رتبتهم خلاص اتس اوفر، يعني انه اتس دان. وتحط تمام اوكي. طيب هنا في هذا الموديل انا دربت موديل تاني هنا نفس الوصفه بالضبط، بس ايش حطيت الاي بوكس 40. تمام. نشوف الجينريشن، حطيت مجلس الامن يدعو لاطلاق جيش سنوات. كلينتون يخشى الإخوان في تعز، ليبيا تسعى لإعادة النظام السوري. شغلات يعني إنه يعني أحسن شوي وضعها. تمام. تبقيت ممكن واحد مقتل 3 جنود سوريين في السنة. ممكن الواحد انه يستخدم بدل الراندوم لتشار واحد
مثلا زي اللغه العربيه اوزان الافعال او شيء زي هيك، ان ياخذ النمط تبع الاول حرفين او شيء زي هيك ويكمل على اكثر كلمات دلاليه. يعني اذا كان مقسم مثلا البوليتيك انه في كلاس لحال اكثر الافعال تبعت البوليتيك لحال، انه تحط مثلا في المصادر تبعت النيوز مثلا تبعت التكنولوجي لحال في الافعال اوزان الافعال تبعتها ليستخدم الفعل بدل وان كاركتر. صحيح، هو كله بيعتمد على ترتيب انت عندك الانبوت زي هيك. اذا انت بدك تشتغل على شعر ممكن انت ترتب الابيات انت عندك كسيكونسز زي هيك، فهو بروح دائما انه يعني مع التريننج الا ما يتعلم انه في قافيه في الموضوع، انه مثلا انه انت القافيه انت عندك بتنتهي بحرف الميم انه بكل الابيات، فبالتالي هو يفترض انه يولف البيت تبعه بحيث انه هو ينتهي بميم. هذه الشغلة بالإضافة لأوزان الكلمة مع نفس الكلمة، مع نفس الكلمة أو نفس الفعل ليعملها سجع. صحيح بالضبط، يعني إنه يعني إنه هي مثلاً لنفترض إنه أنت عندك القافية حرف ميم وأنت في عندك هنا حرف ألف في المنتصف، فدائماً بروح بختم لك الجملة مثلاً إنه خصام انتقام غرام زي هيك، يعني بتعرف على الباترن وانه ممكن انه يعمل لك هذه الشغلة. في وصفات تانية انه ممكن تكون افضل للشعر، بس هذا انه يعني الاوزان انه السيكونس اللي احنا عملناه هنا انه مش كتير انه هو مرتب لاوزان ولابيات شعر، هذا فري تكست وهو بحاول انه يعمل له بريدكشن بهذا الشكل. لاحظ انه من ضمن البريدكشن هنا هذه شغلة كتير مهمة، السبيس انتم ملاحظينه بس السلاش ان برضو هيو ما يعني محطوط، يعني موجود السبيس عفوا السلاش ان اللي هو النيو لاينز. تمام، الان انا ممكن اخذ نسخة من هاي، يعني اخر شغلة اللي انا بدي اعملكم اياها بدي سيف كوبي ان درايف. هنا قبل ما يفتح بدي ارجع على الجيت هاب، في عندي داتا سيت تانية اللي هي ستوريز، بس انا اكتب هنا Arabic Stories كورس. بدنا ناخد في هنا على فكرة كتير، هنا هذه مجمع من قصص دوت كوم، في اصلا موجوده في الويب سايت موضوع، ما اعرفش اذا مر عليكم الويب سايت هذا. خلينا ناخذ مثلا خلينا نشوف السايز تبع هذا وقصص نشوف. هذا حجمه 2 ميجا وهذا يبدو انه اكبر شوي اذا انا مش غلطان. هذا اصغر، لا حجمه 850. قصص سندريلا كاملة، قصص سندريلا تعد قصة سندريلا قصص من أكثر القصص شهرة لدى الأطفال إلى آخره. تمام، هذا كله عبارة عن أوكي. ممكن نشوف هذا ما يقدرش إن هو يحمله، فبدي أخذ اللينك هذا خليه إنه يكون التكست أو الكوربوس إنه أكبر، وهنا بعمل وهنا أحط عربي ستوريز وهنا
بدي احط اسم الفايل. جست انه نتاكد ان الجي بي يو فعال ونعمل رن اول. اي هوب يعني انه ما ياخذش وقت في التريننج ونشوف البريدكشن قبل ما ننهي. عبر ما يشتغل ممكن انه اذا في عندكم اي اسئلة او استفسارات. وزي ما حكيت لكم موضوع التطبيقات يعني كتير انه هو مهم. يعني ممكن يجي لك كلاينت انا بدي اياك تعمل لي مثلا تطبيق ذكي يعمل لي ردود ذكية بناء على انبوت معين سيكونس والتكست شغلة زي هيك. برضو بالمناسبة كمان انه ممكن انتو تحطوا من الشغلات المقترحة عندكم في المواضيع في جلسات التوجيه انه انت مثلا يعني هذا الموديل اللي احنا عملناه للتكست جنريشن ممكن انه كيف انه انا اعمله اعمله ديبلوي على سيرفر انه يستخدم كويب سيرفيس او شغلة زي هيك. فبالتالي انت ممكن تستخدمه في تطبيق موبايل او حتى في الويب ممكن يستفيد منه تطبيق تاني. فممكن برضو اعملكم هذه فيها جلسة لانه انتو كتير طلبتوا موضوع الديبلوي. فممكن يعني نعمل ديبلوي في البايثون على الفريم ورك تبع الفلاسك يعني حيكون الامر سهل جدا. يعني ممكن انه اطبقوا امامكم يعني. فاكتبوا مواضيع اضافية عندكم هنا في الفيسبوك في المجموعة. حط يعني البوست هو نفسه ممكن انتو تحطوا يعني تقترحوا المواضيع اللي انتو بدكم اياها وتعملوا فوت. وزي ما حكينا كل اكم من يوم بنروح ناخد يعني الموضوع اللي فيه له اعلى تصويت. دكتور جلسات التوجيه هذه حتكون بريتم كيف يعني اسبوع اربع ايام اسبوعين كيف يعني ولا كل ما نحتاج ولا كيف؟ المواضيع اللي انتو بدكم اياها يعني انا بدي احاول انه اخلصها الفترة هذه في شهر سبتمبر. برضو يعني كذلك انه ممكن تكون من ضمن المواضيع اللي انتو بمر عليكم في يعني بشكل متكرر انه في وظائف الفريلانسينج وانتو محتاجين انه مثلا توجيه فيها او شغله زي هيك يعني. فبالتالي ممكن نحن يعني نقول انه في الاسبوع لقاءين او لقاء على الاقل يعني في الجلسات يعني. تمام. دكتور نعم. طب ايش آلية عمل الشات بوت؟ يعني بتيجي كفكرة التكست جنريشن ولا ايش تاني؟ اللي هو فيه موديل تاني مختلف اللي هو سيكونس تو سيكونس. يعني انت اذا بدكم اكتر من حدا بده تشات بوت ممكن انه يعني زي ما حكيت لكم هنا وين البوست انه انتو تكتب المواضيع اللي انتو بدكم اياها ويصير عليها تصويت وبناخدها تباعا. يعني اللي مطلوبة اكتر اشي هاي. اوكي هذا موضوع الكمبيوتر فيجن اللي انتم طالبينه. الكمبيوتر فيجن بيجي تحتيه شغلات كتيرة يعني مثلا زي الاوبجكت ديتكشن هذه كمبيوتر فيجن. الايمج كلاسيفيكيشن او الفيديو كلاسيفيكيشن هذه كمبيوتر فيجن. فالكمبيوتر فيجن زي كانه انت بتطلب مني مثلا انا بدي اياك تديني جلسه توجيهيه على الاي اي. الاي اي كتير واسع. لا فانت بدك تحدد في الكمبيوتر فيجن انت ايش بدك بالضبط. يعني انه ريال تايم مثلا فيس ريكوجنيشن ريال تايم ماسك ديتكشن شغله زي هيك. يعني هاي الفيس ريكوجنيشن مطلوبه. فاكتبوا هنا المواضيع اللي انتم بدكم اياها انه احنا مثلا كيف نعمل ديبلوي للموديل على سيرفر ويصير انه اي حدا ممكن يعمل له كول. بدكم مثلا موضوع ال زي ايش مثلا اي موضوع انه انتم يعني شايفينه مطلوب عندكم بشكل كبير ومحتاجين فيه انه يعني جلسه توجيه. يعني في امل انه احنا نشوف النتيجه قبل نهايه الجلسه. في حدا عنده كمان اسئله؟ عندي سؤال. الـ embedded
دايمنشن الايش؟ الامبيدد دايمنشن اللي هو قبل شوي كانت الفاريبل اللي معنا. نعم. على اساس ايش احنا بنحدد عددها؟ يعني بتقدر تقول انه يعني انه يعني هي بالضبط وظيفتها ايش بتكون في الموديل؟ وظيفتها ايش في الموديل؟ هاي الوورد امبيدنج. الوورد امبيدنج يا سيدي العزيز انه الفكرة تبعتها انه يعني انه بدل ما يكون في عندك one hot encoding انه زي هيك انه كل الاحرف انت بتروح بتسردها وبيصير انه واحد اذا الحرف موجود وزيرو اذا الحرف مش موجود زي هيك تمام. فبالتالي انه بيصير انه هذا الريبريزنتيشن انه سبارس. هذه شغلة. والشغلة الثانية انه الدايمنشاليتي تبعته انه هيوج بهذا الشكل. يعني على سبيل المثال انت عندك هذه الكلمات cat sat تمام. فبالتالي انه هذه انه كيف يتم تمثيلها كفيكتور انه على سبيل المثال انه هنا انت عندك الكلمات اللي هو cat mat on sat ده اللي هو كل الفوكابلري تبعك تمام. فبالتالي انه عندي ده فايش اللي هذا العمود بتحط فيه واحد والبقية زيروز. بتلاحظ انه دايما زي هيك. هذه الشغلة سبارس يعني بتاخد مكان كتير هيوج في الذاكرة وانه دايمنشنالتي تبعتها عالية وسبارس انه it contains a lot of zeros. يعني الكات هنا انه بالي العمود تبع الكات واحد والبقية زيروز زي هيك. فاحنا بدنا representation للتكست افضل من هذا. representation اللي هو بنسميه word embedding. فبالتالي في الword embedding انه انا بروح بثبت الدايمنشن. هذا الدايمنشن راح يكون عبارة عن ايش؟ عبارة عن عدد الكلمات الموجودة انت عندك في الفوكابلري. 10,000 كلمة 100,000 كلمة. فبالتالي it's huge. لكن هنا انت بتثبته بتقول والله بدي 256 بدي 4 بدي 16 تمام. فبالتالي كل كلمة بتم تمثيلها في الـ undimension space اللي انت الـ undimension embedding space اللي انت حددته سواء كان 4 8 16 256 وخلاص. فبالتالي انه كل كلمة تمثل بفيكتور والفور dimensions هدول انه في الفور dimension كل دايمنشن بياخذ فاليو من هدول الفاليوز لهاي الكلمه. فبالتالي في الكات في الدايمنشن الاول بياخذ 1.2 وهنا بالماينس 0.1 وهنا 4.3 وهنا 3.2. فبالتالي هذه الفاليوز تمثل كلمه كات. فكل ما يجي الفيكتور هذا اللي انت شايفه زي ما انت شايفه هاي صغير هذا بيرمز للكلمه كات. هذه الميزة تبعتها انه مدام انت عندك الاشي صار ممثل بفيكتور تقدر انه انت تقيس السيميلاريتي بين الكلمات هذه لانه مدام انه هذا فيكتور وهذا فيكتور بتقدر تشوف قديش مقدار التشابه بيناتهم مع بعض. يعني فهي مفهوم الامبيدنج يعني انه لاختصار الدايمنشاليتي هذه من شغلة من جانب. والجانب الثاني انه انت تتحاشى انه يكون في عندك sparse representation بهذا الشكل. تمام. يعني لو كان عندي مثلا عدد vocabularies عالي مثلا كل الوصفات تبعت كل الوصفات تبعت التكست عندنا في الـ RNN لازمها embedding. يعني ما فيش مفر. الامبيدنج ضروري جدا عشان تقلل الدايمنشنال. تمام. في سؤال تاني؟ في المكتبة تبعت التكست هيرو اي. نعم. هيك تعريج شوي عليها لانه انه يعني معتبر من افضل المكاتب لمعالجة النصوص. من اكبر المكاتب لمعالجة النصوص بلاش. يعني اوكي انه مكتبه مفيده
انت عندك في مكتبات معالجة النصوص، يعني انا اسرد لك اياها، في عندك هذه المكتبة رائعة جدا، spacey.io. وفي عندك مكتبة ال NLTK، وفي عندك تكست بلوب، اوكي هذه تمام. هذه المكتبة بتقدر تسوي فيها شغلات كثيرة. سبيسي تمام، شوف مين اللي بيستخدمها، هذول الشركات كلهم تمام. تقدر تسوي فيها كل التاسك تبعت ال شو اسمه ال natural language processing، من classification و tagging و generation وكل هاي الأمور. يعني برضو بتدعم الديب ليرنينج تمام، ممكن إنه أنت تربطها بالتنسر فلو والبايتورش والسايكت ليرن. يعني سايكت ليرن والتنسر فلو أكيد مرت عليك، البايتورش هذه حكينا إنه ديب ليرنينج لايبرري من فيسبوك. فهذه واحدة من أقوى المكتبات، بقدر أقول فعلا إنه هي فعلا من أقوى المكتبات. وعشان إنه نسبة هذا الكلام سبيسي جيت هاب، نشوف كيف. والمكتبة تبعتك تكست هيرو، خلينا نشوف الآن. برضو هذه الشغلة مهمة بالنسبة لإلك عشان إنه أنت تختار مكتبة تعتمد عليها فعلا. هجيت هذه يا سيدي العزيز، فيها 17,000 ستار و 3,000 فورك تمام، أوكي أوكي أوكي. كم كونتريبيوتر أنت عندك؟ 476 كونتريبيوتر، وفي عندك فوق 5,000 واحد بيستخدمك. الدوكيومنتيشن تبعها ويل دوكيومنتد، في عندك سبيسي 101، دائما هذا اللي بتلاقيه انه 101 هذا بيكون زي يعني زي الانترودكشن، زي البيجنر كورس. فالدوكيومنتيشن تبعها كتير رائع تمام. و طيب بورجي لك كيف تعملها انسوليشن وكيف تستخدمها. فمكتبه كتير انه رائعه تمام. اخر كوميت كان متى؟ معايا احمد قبل 6 ساعات. اوكي تعال قارن هذا الكلام بالتكست هيرو. نشوف الجيت هاب تبعها. انت عندك 1000 او خلينا نقول 2000 ستار على الجيت هاب و 163. قارن 17,000 ولا 2000، وهنا 3,000 فورك ولا 163 تمام. فالكونتريبيوتر هذه لسه صغيرة 15، فبالتالي استخدم هاي ولا هديك، استخدم اللي فيها دوكيومنتيشن اكتر ولا لا. لكن هذا لا يمنع انه والله اذا المكتبة هذه فيها شغلة معينة مش موجودة في السبيسي ما استخدمها. اوكي هذه الدوكيومنتيشن شفته والله انه الدوكيومنتيشن كتير رائع، والفكرة في الموضوع انه بحول لك التكست تبعك او بعمل لك لود له على داتا فريم، وبتقدر تعمل فيه بايب لاين، وانه يعني الستيبس تبعتك انه مثلا انه حول لي على لور كيس، وحول لي شيل لي الارقام وشيل لي البنكشويشنز وكل هاي الامور تمام. ففعلا هي انه ويل دوكيومنتد، ولكن انه لا في اكبر منها اذا انت فعلا انه انترستد انه انت تشوف ايش المكتبات اللي انت ممكن تستخدمها في الناتشورال لانجويج بروسيسنج. في عندك المكتبه الثانيه اللي هي الانالتيك، هذه مكتبه اقدم من السبيسي. السبيسي احدث منها، فبالتالي انه بورجي لك
كل التاسكس الكلاسيكال تبعت الناتشورال لانجويج بروسيسنج كيف انه انت تعملها. بعرفش ممكن نشوف الجيت هاب تبعها، فبالتالي ممكن نكتب NLTK جيت هاب تسعة آلاف أو يعني، فهي برضو إنه أكثر من 5000 بيستخدمها، 310 contributor، برضو إنه هي well documented يعني. بس السبيسي صارت إنه بتغطي شغلات أكثر منها وأقوى منها من ناحية المشين ليرنينج يعني أكثر. في عندك هاي المكتبة برضو ظريفة اسمها text blob simplified text processing، هذا لواحد يعني هيك بده شغلة على السريع يعني ممكن إنه يروح عليها. على documentation على الجيت هاب، الستارز على الجيت هاب، الجيت هاب 7000 هي برضو مش بسيطة تمام، فبتقدر تسوي فيها شغلات كتيرة. هنا بورجي لك الموستليشن، بتقدر تعمل فيها part of speech tagging إنه أنت تقسم الكلمة إنه هذه فعل وهذا حرف وهذا كذا. sentiment analysis في شغلات جاهزة، spell correction هذه تاسك كتير ظريفة لو أنت يعني طلب منك من المشاريع إنه أنت بدك تعمل تصحيح للأخطاء الإملائية، فممكن إنه أنت يعني تستخدم هاي المكتبة. في عندك كمان text classification تصنيف للنصوص، في عندك هنا في machine translation أو بدك ترجمة translation شير حدا. في translation في مكان ما هنا فيها translation أنا متأكد سيتشوكي يعني، فممكن انه انت تطلع على هدول المكتبتين. فبالتالي انه اختصارا للموضوع يعني ممكن انه تشوف الثلاث مكتبات هدول بالاضافة للمكتبة اللي انت حكيت عنها اللي انا ممكن انه انا اسرد لك اياهم هنا اللي هو PC NLTK text blob، وممكن انه تشوف ال text hero برضو معاهم يعني. برضو خليهم at keep these libraries in mind في natural language processing، حتريحك في كتير من المشاريع يعني. اوكي انا في البريدكشن هنا انا حطيت مجلس، يفترض مجلس انه مش مناسب للقصص، فممكن ايش نحط؟ ايش بتطرحوا؟ بدي ادي الميكروفون لكم. ذهبت ما هي مش تبعت سندريلا، ذهبت ممكن ذهبت. generated text بس عشان انه اوكي ممكن امسخه هنا عشان تشوف الالاينمنت تبعه بشكل كويس واحاوله. ذهبت هذه كلمة مش موجودة، اليها الامام بضع بيته وبالفعل احضرت صيد الخير لكنه لم يتزوج ولكن انظري مستشفى دائما. وهنا في فول ستوب تمام. تعلم من الزوجات الله اعلم ايش هاي الكلمه تمام. وفي كل المناظر الذكيه برضو انه تعتبر قصه سمهار يعني، ممكن نحط ليلى نشوف شو بيطلع معنا. هو برضو الموديل محتاج تدريب يعني، انا لسه ما بعمل تونينج ولا اشي من هذا الموضوع يعني، انا لسه ما عملت انه بيرفكت موديل، بس انت ممكن تشتغل عليه وتعمل بيرفكت موديل لانه يعمل لك جنريشن فعلا لتأليف قصص يعني.
اوكي نشوف ليلى شو بيطلع معنا. ليلى العرض التقديمي واقف عنا بالنسبه للكل يمكن؟ لا لا شغال بيكون في عندك ديلي في الشاشه يعني انا ممكن اعمل سلو داون شويه يعني هي الشاشه واقفه على القصه يعني انا بقرا منها. ليلى للمجاوره او للمجاوره هي طبعا اكيد بدون حركات. وتعجب الارنب في وعاء ثم تدخل غرفة وكان عليه أن يجد مكانين دائما. تمام الحصان على أن يخرج حصانه في الفرن. هناك فتاة فقيرة خلينا نبدأ من هنا. تمام هناك فتاة فقيرة مثل العذاب جعل الذئب قائلا. فلاحظ أنه ليلى جاب الذئب معها وهنا جاب برضو الأرنب. فأنه بناء على شغلة تعلمها صحيح انه مش نفس القصة ولكن يعني كل ما تجيب سيرة ليلى اكيد بيجي معاها سيرة الذئب. لاحظ انه انا هنا انه التمبريتشر انه هي محطوطة لو برضو كذلك انه it's very interesting يعني انا في الحقيقة انه مش سر انه انا بحاول انه نشتغل على تطبيق. التطبيق هذا بيحاول انه هو يعمل توليف لقصص الاطفال. تمام بس هذا الموضوع عشان حساس شوية انه القصص هذه محتاجة لمراجعة وشغلة زي هيك يعني فممكن انه يعني شغلة ممكن تكون انه انترستينج وانه يكون فيها بزنس وشغل يعني زي هيك. هي الفكرة في الموضوع انه انتو فعلا انه تشوفوا انه المودلز هذه اللي انت بتبنيها انه المخرج تبعها ممكن يكون في اشي انه انت بتبني عليه يعني مش انه إيه انه انت دائما بتكون غرقان في موضوع التونينج والايرورز ومش ظابط وشغلات زي هيك. لا دائما تطلع انه ايش المخرج من هذا المشروع ايش المخرجات من الاشياء اللي انت بتتعلمها. تقدر تقولوا انه انا هلقيت انتهيت يعني من هذه الجلسة. بضل اذا في حدا عنده اي سؤال او استفسار. اذا ما حدش عنده اي سؤال او استفسار خلينا ننهي الجلسة. الله يعافيكم يا رب. اوكي تمام يعطيكم العافيه جميعا وحظ موفق في امان الله.